يا صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ويوم جديد للنادي الأهلي هنا في كرواتيا، ومعسكر الإعداد الخارجي الخاص بالفريق استعدادا للموسم الجديد. وهو موسم زي ما احنا أكيد متعودين النادي الأهلي غاية في الأهمية بالنسبة للجهاز الفني الجديد بقيادة مستر باتريس كارتيرون، كابتن محمد يوسف المدرب العام، وأيضا بالنسبة للاعبين وكل جمهور النادي الأهلي. لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن برنامج الفريق النهاردة. الفريق هيعمل ايه؟ زي ما احنا عارفين يمكن اول يومين بالنسبة للنادي الاهلي هنا في المعسكر جهاز فني بقيادة مستر باتريس حدد فترتين للمران يوميا. امبارح كان اول تدريبات النادي الاهلي كانوا على فترتين، النهاردة ايضا هيكونوا على فترتين. في فترة خلاص كانت الصبح، ويمكن الفريق ادى المران الصباحي كان بالتحديد في تمام الساعة 10 صباحا كالعادة. كان قبليها معاد الفطار كان في تمام الساعة 8 صباحا. المران النهاردة شهد الجوانب المعتادة، طبعا جوانب بدنية، جوانب أو بعض التدريبات الخاصة بالكرة، لكن النهاردة كان في شغل تكتيكي بشكل كبير جدا، خصوصا أن احنا خلاص مع الوقت الفريق ابتدى يقرب على المباراة المهمة جدا أمام فريق تاونشيب البوتسواني في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا. فبالتالي هي مباراة مهمة جدا نظرا لموقف النادي الأهلي. فبالتالي الجهاز الفني النهاردة فضل ان هو يقحم بعض الجمل التكتيكيه، بعض الامور اللي عايز ينفذها طبعا الجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون خلال هذه المرحله، عشان يقدر الفريق يستفيد بها خلال المباريات المهمه المقبله. فبالتالي كان في امور كتير النهارده في مران النادي الاهلي. لكن فيما يخص لاعبي الفريق، يعني طبعا الثلاثي المصاب، سواء طبعا احمد الشيخ، حسام عاشور ايضا عنده اصابه في الكاحل، وايضا باسم علي احد المصابين بالنسبه للنادي الاهلي بعد تجدد الاصابه الخاصه به في الركبه. الثلاثي ما كانوش موجودين طبعا في المران الصباحي، اكتفوا بس ببعض التدريبات المائيه والعلاج المائي بالنسبه للاعبين في خلال طبعا فتره استشفائهم عشان يكونوا لائقين للعوده للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. فيما عدا ذلك الامور ماشيه بشكل جيد جدا. المناخ زي ما حضراتكم شايفين مناسب جدا، رغم ان من امبارح الساعه 2 بالليل لغايه الساعه 9 الصبح تقريبا كان في مطر جديدة شوية، لكن الشمس ابتدت تطلع والفريق اتمرن بشكل جيد وأجواء جيدة جدا هنا في كرواتيا ومعسكر استعداد بالنسبة للفريق. إن شاء الله نتمنى نفضل ماشية بهذا النسق وبهذا السياق وبهذه الأجواء المميزة جدا بالنسبة لفريق النادي الأهلي. خلاص الفريق رجع الأوتيل بعد المران الصباحي، هيبقى في وجبة غدا الساعة 1، وبعد كده إن شاء الله المران المسائي هيكون الساعة 5 عشان يختم الفريق يوم النهاردة من خلال التدريبات. لسه بكرة البرنامج هنعرف الأمور هتبقى ماشية إزاي بالنسبة للاعبين، لكن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المرحلة الهامة جدا قبل بداية الموسم.